بكالوريا افتراضية استعدادا للبكالوريا الواقعية، مبادرة أطلقتها مديرية التربية بولاية تسمسيلت لفائدة المترشحين لهذا الامتحان المصيري. ما يزيد عن 3000 مترشح لشهادة البكالوريا المزمع إجراؤها شهر سبتمبر المقبل أبوا إلا المشاركة لمعرفة مستواهم. حسب رأيي الشخصي أراها خادمة للتلميذ في صالحه، يعني بنسبة كبيرة، حيث وفرت له الجهد، يعني استفدنا منها لأنها كانت بمثابة تقييم نفسي. باك أونلاين جاء للتخفيف من ضغط المترشحين، خصوصا بعد تأجيل الامتحانات بسبب الجائحة، وهو ما استحسنه المترشحون وأولياؤهم على حد سواء. يعني هذه تخلي دائما أبنائنا التلاميذ يراجعوا ودائما يكونوا بالتواصل مع دراستهم، حتى ربما انفدى المشاكل اللي راه خارج البيوت مثل مرض الكورونا. هذا يزيد يحفز أبنائنا، ساعدتنا باش نسترجعوا المعلومات، نتخلصوا من الضغط تاع هذا الوباء. يعني يوم الامتحان تكون عندنا معلومة مسبقة. وعن كيفية المشاركة يضيف القائمون على هذا التسجيل الإلكتروني. انطلاق فعاليات باك أونلاين اللي هو يسمح لتلاميذنا اللي راهم يحضروا لامتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2019-2020 في ظروف استثنائية أنهم يقوموا بمجموعة من التدريبات اللي تكون على 3 دورات. تم اللجوء إلى هذه الطريقة الباك أونلاين، يعني طريقة تسمح للتلميذ أنه في بيتهم وفق توقيت معين، يعني يعقب الاختبار يتحصل على الأسئلة ويجاوب على الخط أونلاين، ثم بعد ذلك بعد انتهاء الفترة يتم غلق الموقع ويتعرض من بعد إن شاء الله إلى عملية تصحيح. كل هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على صحة التلميذ أولا، حفاظ على صحة المؤطرين اللي هم السادة الأساتذة اللي قاموا بإنجاز هذه المواضيع، ورحين من بعد إن شاء الله بربي يصحهم. المحطة الفريدة مثل هذه ستكون بالتأكيد كمثابة تحضير نفسي للتلاميذ، كما ستمكنهم من تلقي الدعم الدراسي عن بعد، إضافة إلى السماح للمؤسسات التربوية بمتابعة التلاميذ على أن تعمم على سائر ولايات الجمهورية.